مرحبا، حلقة جديدة من ميلوديز طلع عليكم فيها أنا باميلا أستوريان عبر هوا صوت لبنان وعلى السوشيال ميديا Voice of Lebanon لنتناول آخر أخبار المشاهير الأسبوعية. رجع النجم نصيف زيتون حسابه الرسمي على تطبيق إنستغرام بعد ما تعرض للقرصنة، وكتب نصيف على الستوري: اللص الحقيقي مش هو يلي بيسرق بيتك، إنما مين بيسرق وجودك. كشفت الممثلة المصرية دينا الشربيني عن هوية حبيبها بدون ما تكشف عن اسمه، وأكدت أنها عم بتعيش قصة حب مع رجل أعمال مصري خارج الوسط الفني ومش مع إعلامي مشهور مثل ما انحكى. تلتقي النجمة اللبنانية عبير نعمة جمهورها بحفل غنائي جديد ب 25 أيار بكازينو لبنان، ورح يضم الحفل أجمل أغاني عبير القديمة والجديدة يلي حب الجمهور وتفاعل معه. لهون منكون وصلنا لختام ميلوديز، أخبار جديدة الأسبوع المقبل انطرونا.